كارمن حكيت شو اللي تلبخت انا ما عرفت شو صار لي. اوكي لا تلبخ حبيبي لا تلبخ. شربوا مي. قديش لك عم تتدرب عليها؟ انا ما حبيت اتدرب الحقيقه، حبيت اديها وان شوت يعني. طيب انا بدي احكي. لك تفضل اقعد محلي. تفضل اقعد محلي. تفضل شر اقعد هون شر. احلى لا اما انت يا حبيبي اخي محمود باسل. انا بالنسبه لي انت عندك حضور جميل وانت شاب ما شاء الله، حضورك فعلا يعني في خامه هيك. ما خلص يعني بعد كل هذا ما خلص لسه بده يحكي شر. غاده كيف بيقعد باسل هيك؟ انا يعني دكتور بجد دكتور قصي كيف بيعود؟ قفش على بعض. تعال بس قبل ما جماله يطغي عليك. تعال قبل ما جماله يعني يطغي عليك. شكرا لكم، كنتوا حلو قوي. هذا من الله دخيل اسمه. عندنا في مصر قال لك انا جميل. قول يا دكتور. دكتور دكتور انا في عرضك. دكتور انت لازم تتخلصي من التوتر الفيزيولوجي اللي هو عامل غلاف لشغلك. فعلا هي وصفه طبيه، توتر فيزيولوجي. هذا بيجي احيانا مع العصير لانه دكتور عم تاخذ كثير المعاينه في ممرضين. دكتور اعطيتوني لقب دكتور، خليني انا مبسوط عليه. انا رح اطلب طلب استثنائي. ما طلبته لسه هلا من حدا. جيب له رشيد تعطيده. طلب استثنائي روشيد تعطيده.